دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيري خارجية كل من أرمينيا وأذربيجان المنخرطتين في معارك دموية في ناكورنو كاراباخ إلى موسكو لإجراء مفاوضات بحسب ما أعلن الكرملين. أعلن الجيش اليمني أن قواته تواصل تقدمها لليوم الثالث على التوالي في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير مساحات واسعة باتجاه جبل صبرين وبير المرازيق.